اهلا، انا بدر صالح مقدم برنامج الليل. ليه سميناه برنامج الليله؟ لانه برنامج يجي في الليل. ليش تتوقع برنامج الليله هو البرنامج الفريد من نوعه؟ لا، شنو؟ لا جديد تحت الشمس. البرنامج يمتاز بالتنوع، هننكت، هنغني، هنمثل، هنقابل نجوم ونلعب معهم. خلاص بعدين. سبايدر مان يا أخي. ومعانا الفنان العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو. What's about your first Oscar? I'm sorry. What was the question? يجنن أنا. خلينا نتكلم من جد حين. إيش يحتاج أي برنامج عشان ينجح؟ يحتاج يذاكر. كتاب دمهم خفيف. برنامجنا يتصور بحضور طبيعي حقيقي لطاف لزاز، ما حد يقدر يخصفهم على أي شيء. من غير موضوع. إيش عندك يوم الثلاثاء الساعة 9:30 المساء؟ ما عندك شيء. حديث بسأل في البيت، قعد على السناب شات، قعد سوي سكيب لأصحابك. وبعدين اتفرج على برنامجنا. برنامج الليلة هو أفضل برنامج يعرض على MBC 1 يوم الثلاثاء الساعة 9:30 المساء. صراحة هو الموعد الوحيد اللي أعطونه MBC. تابعونا.